من جانبه أعرب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عن خالص التهاني وأطيب التبركات إلى دولة الكويت الشقيقة بمناسبة الذكرى السنوية للعيد الوطني لدولة الكويت وذكرى يوم التحرير رئيس مجلس الشورى أشاد بما تشهده دولة الكويت من تطور ونماء في شتى المجالات في ظل قيادة صاحب السمو أمير دولة الكويت وأكد معاليه أن مملكة البحرين تشارك دولة الكويت وشعبها الشقيق الاحتفاء بعيادها الوطنية المجيدة وذلك انطلاقا من الروابط الاخويه والعلاقات التاريخيه والمتميزه. مشيرا الى ان الشراكات الثنائيه القائمه بين مملكه البحرين ودوله الكويت اسهمت في تحقيق انجازات ونجاحات تنمويه متعدده. عززت مسارات التعاون والتنسيق التي تنهض بالمصالح المشتركه للبلدين وشعبيهما الشقيقين. وذكر معالي رئيس مجلس الشورى ان مناسبتي العيد الوطني لدوله الكويت ويوم التحرير تشكلان فرصه للاضاءه على التاريخ العريق لدوله الكويت ومحطات الازدهار والتقدم التي تشهدها منذ عقود